الأثر السابق عن التابعي الكبير الربيع ابن خثيم رضي الله عنه، وصفه فيه أحد أصحابه بصفة عالية غالية، هي حفظ اللسان، فإن صاحب الربيع يقرر أنه صاحب الربيع 20 عاما، وطوال هذه الأعوام 20 كلها لم يسمع من الربيع كلمة تعاب. معنى أنه لم يسمع منه كلمة تعاب، المعنى هنا أن الربيع ابن خثيم رضي الله عنه كان مالكا للسانه، فلم يكن يصدر عنه كلمة فيها عيب للآخرين، كأن يسب إنسانا مثلا أو يغتابه أو يبهته، وكذا كان كلام الربيع بن خثيم رضي الله عنه خيرا في خير، فليس في كلامه طوال 20 عاما حتى ولا كلمة واحدة تعيبه من كذب أو خداع أو فخر أو غي أو غير ذلك، هكذا قال عنه صاحبه. منزلة حفظ اللسان عند الله تبارك وتعالى. إن لحفظ اللسان منزلته ومكانته عند مولانا سبحانه وتعالى، وقد قرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من النجاة في الدنيا والآخرة أن يحفظ المسلم لسانه إلا في خير، فقد سأل سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الإمام الترمذي. وقال الهادي البشير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان إصابة الحق.